جديد، فيبدأ الاستديو هذا يزعل منه، فتحصل ساعات يدخل شيء موسيقى على أذان على غيره ممكن يعني. بيوسف تحية احترام، محتاج أنا محتاج مكيف ويندو وما عندي إمكانية للشراء، والله جالس مع الإصغارية إمكانية الشراء، والله جالس أنا مع الإصغارية في الحر، وأنا عندي شكوى عمالية قيد البحث وجالس دون عمل منذ 3 شهور، لكم الشكر. أبو أحمد من الشارقة، الله يعينك يا أبو أحمد. لو سمحت بغيت أساعد اللي يبت ذاك، ممكن تفعل إن شاء الله. جزاك الله خير، ميزان حسناتك لرقمك 3 6. جزاك الله خير. رد علينا نبغى نسوي خير. ردينا عليك يا طويل العمر، إن شاء الله بنتصل فيك. جزاك الله خير، ميزان حسناتك. أضحك الله سنك، الله يعوض عليك إن شاء الله. نزيل نقول ألو. ألو، مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أخوي أبو يوسف، أنا عندي مشكلة وأبي أحلها بس ما أقدر. كيف؟ قولي يا أختي. أنا أبوي نبي نعمل له عملية بس وما نقدر نتكلف بتكاليف العلاج، وهو العائل في البيت، وهو اللي كان إنه الوحيد اللي يساعد في البيت، وهو اللي كان يشتغل، هو كان كبير الأسرة، فما عندنا حدا يتكفل في مصاريف العلاج. عندك الجمعيات الخيرية بنتي؟ والله صرت إنه ما وتعرف إنه كيف يطولون بإنه بالمساعدة. هي بس إذا شافوا حالته مستعجل وهذا أكيد بيساعدونه. ما أقدر ما أعرف. منو معاي؟ نور. زين نور، شو العملية؟ كم تكاليفها؟ نسيف بالشبكية تكاليفها 40,000. والله يا نور بنشوف إذا في مجال، إن شاء الله متواصل وياك. إن شاء الله. شوف، مشكور أخوي. حياتي أبوي، حياتي. زين نقول ألوم. قطعت المكالمات، نزلوا يصلون الجماعة. أنا نفس الشيء توهقت صدق الريال يا أخي، هذا اللي اتصل وقال الحين عقب الأذان ما نعرف شو نسوي، ننزل نصلي ولا ساعات فوتنا المكالمات. نقول ألو. ألو، مرحبا. السلام عليكم. كيف حالك؟ السلام عليكم وبركاته. يا مرحبا يا أخوي، تفضل. كيف حالك يا طويل العمر؟ الله يطول عمرك. الله يبارك فيك. يا أبو، أنا الأسبوع اللي طاف اتصلت فيك يعني، وعلشان الكنديشن يعني. أنت مطرش رسالة يا أخوي؟ لا طال عمرك، معك أحمد الظاهري يا أبو علي. احمد، صوت الراديو الله يخليك او التلفزيون عنده. احمد الظاهر، الله يطول عمرك ابو علي. يعني الاسبوع اللي طاف يعني كنت طالب منكم كونديشن يعني حق العيال، وقلت علي بيتواصل معي، ما تواصل معي علي. لا انا ما قلت لك هالكلام، انا قلت لك بنشوف اذا في حد من اهل الخير بيساعدك ان شاء الله بنتواصل وياك. يا طويل العمر والله انا كونديشن عيال قاعدين في الحر وهذا يعني. زين ما عليش، قول الله يا احمد ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله براشد بيكون موجود ان شاء الله خير يعني. البركه فيك يعني. والله يا طويل العمر في دي، والله ما قلت لا بس مو في دي. البركه فيك يا عم عبوب يعني، الله يطول لي عمرك. والله يا ابو علي والله لو في دي ما قلت لك لا والله، بس الله يعافيك يعني. الله يحفظك يا ابو علي. يحفظك الله. حياك يا سيدي، حياك. الحمد لله على السلامه. السلام ورحمه الله وبركاته. داقين بقفل اخوي. حالك المعرس؟ وين بس نطبخ تقول وهذا؟ زين قالوا لي بتغير الفريق، قلت لهم ابدا كلا، ولو شو ما صار انا ويا الملا، غير الملا ما ابغى، اذا هذا الغوني خلاص شيلوني من. نقول الو. الو، السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. شباب يا عقوب، الحمد لله رب العالمين. صوت الراديو الله يخليك. مسكرنا. قول منو معنا؟ بس وياك محمد من دي. تفضل يا اخوي محمد. بس بغينا نسوي خير والله، راعي التذاكر ان شاء الله يا طويل العمر. انت راعي الرقم هذا؟ اي انا راعي المسج. ان شاء الله فالك طيب يا محمد. جزاك الله خير يا محمد، في ميزان حسناتك ان شاء الله. الله يحفظك يا طويل العمر، جزاك الله خير. الله يعوض عليك ان شاء الله. زين نقول الو. الو، صوت الراديو الله يخليكم يا اخوان. ابو يوسف، هلا.
السلام عليك. السلام ورحمة الله وبركاته. يا أخوي والله اللي اعتاب عليك يا أبو يوسف. عاتب. أسبوع قبل ثلاثة بعطيتك رقمي قلت لك هذه صغيرة ريال الذي حصل علاج في برتغال ما أدري وين. إن شاء الله. وما اتصل فيه أخوي أبو يوسف. أنا والله ما كان عندي الرقم ولا أعرف الريال إلا أمس. لا بس ما بتصل وفي روح يشكر أبو راجل. هي ترى أقول لك الحين أمس سمعته والحين تواصلنا وياه إن شاء الله عليه الحين بيتواصل. رقم عندك لا؟ رقمه موجود إن شاء الله. فالك طيب يا أخوي. عندك رقم يا أخوي أبو يوسف؟ إيه موجود موجود رقمه. إيه مشكور. الله يحفظك يا سيدي. زين نقول ألو. الو الو مرحبا. السلام عليكم يوسف. السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا مرحبا يا اخوي بيوسف؟ ما عليك امر، بغيت رقم ريال اللي اتصلت توه يبان كيف. جزاك الله خير. جزاك الله. ما اسمع اخوي منو ريال وياك ابو فهد. جزاك الله خير يا ابو فهد. حاضرين حاضرين حسناتك ان شاء الله. الله يجزاك الخير يا اخوي. بس ان شاء الله تعطوني رقم ان شاء الله. فالك طيب ان شاء الله. رقمك موجود بنتواصل وياك ان شاء الله. خلاص ان شاء الله. الله يعوض عليك. الله يرضى عليك ان شاء الله. حياك يا اخوي فهد جزاك الله خير. زين نقول الو. الو مرحبا. السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. الو انقطع. الو الو مرحبا. صوت الراديو الله يخليكم يا اخوان. لا خلي معي على الخط. صوت الراديو الله يخليك. كيف حالك اخوي؟ يا مرحبا يا اخوي. ما بطول عليك لان اكيد وايد مكالمات عندك. لا لا اخوي العمر عندي شكوى على وزاره الشؤون الاجتماعيه. منو معي يا طويل؟ وياك ابو راشد. طول لي بالك. تفضل يا ابو راشد. الله يخليك. طويل العمر انا قدمت على اعانه شهريه لاني ما اشتغل واساس اني عندي عيال وقدمت لهذا ودخلوه الاوراق اللجنه. اللجنه شو قررت؟ قالت خلي يصير اقدم على حسن سيره سلوك يداوم. الحين انا بعرف اللجنه في الاخ من دون ذكر الاسامي صرت عنده قال لي والله قدم على حسن سيره سلوك وداوم. قلت له طويل العمر جامعيين ما محصلين وظائف وين فيها داوم. قلت له زين اعطني فرصه 6 شهور نزل لي الاعانه هاي على اساس اني اصرف على عيالي. ليه ما حد ليه ما دور لي شغله؟ قلت له انت عندك شركات خليني اداوم في شركه. قال لي كيف تعرف؟ قلت له انا اعرف كل شيء. زين يا براهيم. يعني لا في ذمتك يعني يعني هذا القانون وضع للي مو قادر يحصل على وظيفه خارج عن ارادته صح ولا لا؟ زين انا مقدم على هذا وردوا علي والله اللجنه وانا شي اقدم على حسن شير وسلوك. كم عمرك براشد؟ ها؟ كم عمرك؟ 29 طويل العمر. كم؟ 29. 29 وانت تستحق اعانه يعني؟ انا 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 ملم بالقانون وقريت القانون. انا استحق الاعانه بس قرار اللجنه لو قرار اللجنه اوكي مو مشكله. خلي يدور على وظيفه بنحاول ندور له على وظيفه. لا يقدم على حسن سيره سلوك ودور لك على وظيفه. يا اخي وين ادور لي وظيفه الحين الناس مو حاصلين وظايف؟ هذا يقول لي وانا مع احترامي له خالد الشيخ ما ادري ما في داعي نتطرق للاشخاص. لا 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 لكن انا سؤالي يعني انت الحين عمرك 29 سنه وما عندك وظيفه صح؟ لا ما عندي. وتعيل اسره. عيل. طيب انا مش ملم بالقانون، اشرح لي القانون، قول لي شو القانون يقول. القانون شو يقول؟ اللي مش قادر يحصل على وظيفه خارج عن ارادته ما ادري من الماده رقم كم والله زين هذا يستحق اعانه لمده 6 شهور. ست شهور بعد 6 شهور تخلى اللجنه مره ثانيه. في خلال 6 شهور هيئه خدمه المجتمع متعاونه. طيب مع شو معناه جمله خارجه عن ارادته؟ خارج عن ارادته يعني الحين انا ريال الحين مو محصل على وظيفه. طيب كم واحد مو محصلين على وظيفه؟ زين وليش القانون هذا وضع؟ لا عفوا خارج عن ارادته معناته انه ما في وظائف عندنا نسبه بطاله. معاي انت؟ يعني اليوم نحن ما وصلنا لمرحله الحمد لله ان نوصل لمرحله ان تكون عندنا بطاله لان الوظائف تنعرض بالعشرات بالمئات يوميا. وعندنا عندنا 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 جهات معينه تتكفل. انا 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 يعني اذا ريال جالس في البيت وحاط ريل على ريل استلم اعانه لا هذا كلام ثاني. لا مش انت يا طويل العمر. انا اقصد إذا كل واحد اذا القانون هذا فعل
اذا القانون هذا فعل باكر انا بي بقول والله تعالوا يا جماعه الخير انا ادور ومحصل. انا كلمت سعاده ابراهيم بالكرم قلت له ابغى اقدم على وظيفه في بريد الامارات قال لي يبغى اوراق سلمها السكرتيره اوكي واحد وكلمت خالد بن ذيبان في الجمعيه وسووا لي مقابله قالوا لي تري تري علينا شهر شهرين اوكي زين خلال هالشهرين كيف اصرف على عيالي انا؟ اذا انا بقول لك شيء يا اخوي براشد لازم تكون في اليه معينه انهم يربطونها شو الجهه اللي هي توفر الوظائف هذه؟ هيئه تنميه الموارد البشريه. ممتاز هيئه تنميه الموارد البشريه وانا اوريدي مقدم من سنه 2012. ممتاز اذا احنا لازم يكون في تنسيق يا طويل العمر ما بينهم وما بين الجهه هذه ان هذا الشيء الشخص مش كسول ومش متقاعس عن العمل وغيره، لا الريال يبحث عن وظيفه ونحن نبحث له عن وظيفه ولكن لم نجد له وظيفه لذلك تصرف له اعانه. معي؟ عليك نور، انت روحك بلسانك قلت ان تصرف له اعانه ليش؟ تصرف له هذا هو انا مقدم في التنميه ويبغون ورقه اذا مقدم في الجمعيه مقدم في الجمعيه ويبغون ورقه اذا مقدم في البريد ويجيب لهم ورقه اني مقدم في البريد. ليش قال لك طلع لك شهاده حسن السيره والسلوك؟ قال لي لا سير قدم على حسن السيرة والسلوك. لا عفوا كل الجهات هذه ترى تطلب شهادة حسن السيرة والسلوك ولا انا غلطان؟ اوريدي انا ما في مشكله مو مشكلتنا مش في حسن السيرة والسلوك. لا انا سؤالي هو يوم قال لك روح خلي طلع عن وظيفه سير ابحث عن وظيفه. والله ما ادري يا براشد تعال سير ابحث عن وظيفه يا استاذي الكريم يا استاذي الكريم انا ليه ما اقدم اوراقي هذا يبغي له اسبوع اسبوعين لما يحولونها للموارد البشريه، الموارد البشريه تقابلني ترد علي موافقه ولا لا، اوكي اذا ما اذا ما اذا ما اذا ما وظفوني شو اسوي؟ انت قبل وين كنت براشد؟ تحت الهواء لو سمحت بقول لك كل شيء. ايوه بس انا بس يمكن هم شافوا ملفك بهالطريقه شافوا بس اللجنه لو سمحت والله العظيم اللجنه انا ظلموني في اللجنه. حتى قالوا لي سير قدم على تظلم، قلت لهم زين تظلم كم ياخذ له؟ قالوا لي والله يمكن من شهر لشهرين، قلت لا اله الا الله، زين قلت والله قلت لك شيء، قلت له انا انسان يعني انا انسان حتى لو عندي شهاده ثانيه ثانوي عندي خبره وعندي دورات كثيره، قلت له يا اخي اذا انت تشوف هالشيء يا اخي خاطب الموارد البشري تنميه الموارد البشريه، شوفوا له وظيفه زين اصرفوا لي عن لمده شهر شهرين كيف اصرف على عيالي انا؟ هذا الصراحه اللي اللجنه اصلا يعني مع احترامي للجنه اللي كانوا موجودين صراحه ما اعرف يعني حتى طرشوني يعني الريال قالوا لي سير هو اللي قايل هاي الرمسوس. على العموم براشد مكالمتك على الهوى يا طويل العمر وموضوع الشؤون الاجتماعيه ما ادري نحن اذا نقدر نتواصل مع احد ان شاء الله لان هاي ما بتكون مشكلتك انت بروحك اكيد مشكله الكثيرين. معايا ابو راشد الكثيرين واللي لازم يصير تعرف شو اللجنه لازم تكون ملمه هم ملمين بالقانون بس شو يشوفون حاله يدرسون يا اخي يدرسون حاله الشخص هذا يشوفون هذا الريال يعيل الاسره ولا لا ولا الريال مشكله تعرف شو ابو راشد نكون شوي صريحين يعني انا اعرف كذا واحد نفس الشيء عنده مشكله بان اذا انا بقول لك شيء قبل ما تقولها يترك وظيفته عشان انه يجلس في البيت ويستلم لا 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 لا, لا 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 مش هذا القصد يا طويل العمر انا قصدي انه في كذا واحد اخطا وقع في خطا يا اخي ارتكب ذنب معين نتيجه طيش نتيجه زله نتيجه شيطان اغواه نتيجه يا اخي شو ما كان زين على اثرها معلش عفوا ابو راشد انا ما اقصد كنت اتكلم صفه عامه الله يخليك خلني اكمل زين وشباب صغار يعني انا اعرف واحد يمكن عمره 26 سنه والله شاب مثل الورده لا زواج لا وظيفه لا غيره لان انحكم في قضيه وانحكم وخذ الحكم وطلع بعفو وسوى رد اعتبار وتطلع لي شهاده حسن السيره والسلوك لكن مش قادر يتوظف طيب سؤال الحين يطرح نفسه يعني الانسان غلط وتعاقب على غلطه هذا او خطا هذا طيب الحين طول حياته يتم معاقب بهالطريقه انه ما يتوظف ما يحصل وظيفه ولا غيره لا لا والله كلام متعشي طيب هذا لا يتزوج ولا يشوف حياته ولا غيره وانا ادفع للانحراف لان هذا يوم انسجن تعرف على ناس تعرف انت مخدرات وما مخدرات وغيره فيونا ساعات هذيله يعرفون الوضع من المروجين ومن غيره يقولوا لي يود هاي كيسين او هاي حبتين او هاي شريطين او هاي غيره مش عمرك
مش عمرك فيها ها ما محصل وظيفه. انا كلموني ناس من ضمن هاي الليله يعني يقول يا اخي نطلع ماشي ما حد يستقبلنا ما حد يتقبلنا. لو اقول لك موضوعي تحت هو والله العظيم يا ابو يوسف والله العظيم لا تقول لي يا اخوي بس انا اتمنى ان يكون في حل بالنسبه لهذيل اللي ادوا محكومياتهم. مفروض ما نحكم عليهم بالاعدام ولا نعدمهم واحده من الثنتين. لا والله والله يعني جد يعني الحين هذا يقول لي مسكين الحين عمره هذا عمره 27 28 سنه يقول لي يعقوب انا الحين سنتين جالس في البيت شو اسوي. حتى والله قلت له اطلع وياي على الهواء اتكلم يقول لي ما اقدر يقول ما اعرف اتكلم شو اقول. يا اخي قم راكب قم يسير ما خلى مكان عنده اقول لك عنده اوراق عنده شهاده حسن السيره والسلوك عنده قلت لي روح سو رد اعتبار من المحكمه راح سو رد اعتبار من المحكمه. لا لا شوف 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 مدام حصل على حسن سيره وسلوك وكان محكوم فيها في وظائف في 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 جهات في لا هو مش مخدرات وما مخدرات امور يعني ثاني بعد ما يخص في هذا كله يعني حتى لو مخدرات يعني لو حتى مخدرات يمكن نقول ما يحصل في في قضايا في قضايا شو ترى في قضايا يوم يوم تصير تتوظف خيانه امانه هذه حتى هذه ما حتى مش خيانه امانه شو رايك والله لا خيانه امانه ولا مخدرات ولا غيره بس شو بتقول. ففي حالات انا ارجع اقول هذه مفروض يعني تكون فيها لجنه. نحن دولتنا دوله رحيمه بالانسان بالذات وبالمواطن اولا واخيرا وعندنا قاده وعندنا مسؤولين جزاهم الله خير. فنتمنى ينظروا لهم على الاقل هذيل بعين الرأفه والرحمه ان صح التعبير. يعني في النهايه هذيل ابناء الدوله وين بيصيرون بعدين. هذا كادر يا اخي عمره 25 26 27 ما اقدر افرط فيه والله اشوفه يعني يغمضني فقير من الصاله للبيت ومن البيت للصاله ما يصير مكان ولا لخص في حد ولا لخص في شيء. طيب خلاص يا أخي نحكم في النهاية طيب اعدموا فكونا خلاص ولا شيء الهم ولا باكر يونا هذيلا يونا بطريقة معينة وما قال ليها بصريح العبارة لكن لمح لي أن يونا يستدرجون يبغون يشتغلوا ياهم يبغون كذا يبغون هذا فينغري الشاب يا أخي في النهاية شاب رجل يعني مش بنت ولا حرمة بتقعدها في البيت. شاب يا أخي لمتطلبات الاحتياجات كم بيمد ديه قدام أخوانه وقدام لأمه ولأبوه ولأخوانه ولأخواته كم بيمد ديه فالواحد يبقى يعني فأنا أتمنى أن ينظروا لهم يعني أتمنى أنت لو تسوي ندوة ولا دورة وهالشباب هاي اللي تصرون فيك وانت تجمعهم والله كلامك يعني أنا أنت مذيع من الطراز الرفيع الله يخليك يعني يا أخي أنت, أنت, أنت مذيع في نفس الوقت تحلل شخصية ما أدري ما أعرف إذا الله يجزاك الخير يا أبو راشد الله يفرج عليك إن شاء الله. لو أكلمك تحت الهواء وبقول لك موضوعي من الـ إيه عفوا لغة الضاد من الألف لين الباء للباء ولا للياء لين الياء سوري لأن غلط بغيت أقول لك من إيه زين عشان إنه ما ننسى لغة الضاد فبقول لك الموضوع كامل. فأنت شوف والله العظيم بقول لك القانون بقرأ لك القانون نص يعني أنا أي واحد بيدخل أي مكان لازم يعرف حتى يوم يسافر أي دولة لازم يعرف قانون الدولة هذا شو لازم يعرف شو اللي عليه وشو اللي مو عليه. أنا قريت القانون وأنا اللجنة وأنا لا ما بطول لك أبو يوسف في مكالمات كثيرة أكيد في ناس غيري يبغون إذا في مجال تكلمني تحت الهواء بعد إذن والله إذا قدرت إن شاء الله إذا قدرت خلاص ممي الله يحفظك والله يفرج عليك إن شاء الله الله يفرج عليك. انا لا ارجع اقول لك موضوعك هذا حتى يمكن الشؤون ما ادري يمكن تحله ولا ما تحله لكن هذا مفروض يناقش مفروض يناقش من قبل المجلس الوطني الاتحادي امام مجلس الوزراء بصريح العباره مفروض يتدخلون فيها لان نحن محتاجين قرارات سياديه سواء حتى لو ايجاد جهه معينه تتبنى هذه الكوادر المحكومين هذيلا ما هم يمرون سلسله من الاختبارات انتوا تختبرونهم ترى تشوفونهم رد تعاطى ولا ما رد تعاطى في حالة المتعاطين رد كذا تراقبونهم لمدة سنة سنتين ثلاثة عقب هذا خلاص يا اخي تشوفون ريال نظيف ردوا يا اخي وظفوا يا اخي الحمد لله نحن بعيدين انا الشيء بس لا لا مش انت اتكلم ارجع اقول لك يا اخي مفروض ايجاد حل لهذه الفئة نحن حرام نضيع لان عددهم مش بسيط وثاني شيء عمرهم صغير يا اخي لا 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 في ابو ظبي طويل العمر مسوين نفس اللي تعاطى واللي هذا عارف 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 في مراكز في غيره لا بس ارجع اقول لك في جرائم ثانيه لاسباب معينه نحن مش عارفين شو هي ما يتوظفون هذه حاله موجوده اللي يبغى يتواصل وياي من حد من المسؤولين انا مستعد اوصله له الله المستعان الله يعينك يا ابو راشد يلا مع السلامه الله يعينك يا اخوي حياك حياك يا طويل العمر حياك ناخذ هذا الفاصل ونرجع نتواصل معكم.
إنه للرواة وللحالمين، لذوي العقول اللامعة وللمتحدثين الملهمين. إنه لصناع المستقبل، لمغتنمي الفرص وللمفعمين بالحيوية والمؤثرين في الأحداث. إكسبو 2020 دبي للجميع. كن جزءاً من رحلتنا إلى العام 2020. قم بزيارة expo2020dubai.ae/4-everyone. إكسبو 2020 دبي للجميع. نقدم HP Pavilion X360 مع محور يدور 360 درجة يمنحك سهولة التحول من وضع النوتبوك للعمل، لوضع القائم للمشاهدة، لوضع الخيمة للعب، لوضع الكمبيوتر اللوحي للتنقل. أخبرنا كيف تجاوزت التحدي بطريقة فريدة عبر نشر فيديو أو صورة أو رسالة، واحصل على فرصة الفوز ببافيلين X360 باستخدام هاشتاج #BandTheRulesME. HP Pavilion X360 360 درجة من الأداء، قيمة فريدة. توصي شركة HP باستخدام ويندوز، ويندوز 8.1. عمل بسهولة، العب بقوة. اشتري العبوات الزجاجية لبوكا فيتاين سي. بوكا فيتاين سي، المشروب المنعش والمليء بالفيتامينات، وقد تفوز بسيارة جيب رانجلر وسيارتي دودج تشالنجر وجوائز نقدية. للمعلومات زر صفحة فيتاين سي على الفيسبوك. بوكا فيتاين سي، للسويتش صح. الرابعة والناس يأتيكم برعاية سانفورد للإلكترونيات والأجهزة المنزلية. نلمس حياتك في كل يوم. بطاقات الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني. رويال للمفروشات، قيمة مذهلة كل يوم. قناة الإمارات، البيت متوحد. جد لكم تحية أعزائي المستمعين المشاهدين متابعي الرابع الناس من إذاعة وتلفزيون الإمارات العربية المتحدة من عجمان على الموجة 107.8. ونرحب بمكالماتكم ولا ماشي وقت خلاص. تحياتي لميقالو، تعبنا اليوم مسكين، جزاه الله خير. مشكور يا علي، ما قصرت والله، أنا منحرج منك الصراحة، قايم بالواجب وزيادة، فتحياتي لك، جزاك الله خير في ميزان حسناتك. ما أدري أنا لو أنت مو موجود أنا شو بسوي، فجزاك الله خير، كل الشكر والتقدير. انا كنت بحطي لك اغنيه ميقالو اللي انت وايد تحبها، بس مشكله مو بعندي الاغنيه، فخلنا ان شاء الله باكر بنحاول نضبطها. في ثلاثه يغنون اغنيه ميقالو، سمعتها؟ احذر ميقالو يا سوسان، اسميك بتضحك. ميقالو ما تعرف ميقالو انت؟ خذ واحد بعرفك عليه في يوم من الايام. ليش تضحكين هاجر؟ هاجر تعرف ميقالو؟ معنا استاذ عبد العزيز المسلم، رئيس معهد الشارقه للتراث، يتحدث عن قريه الحواس الخمس. السلام عليكم استاذ عبد العزيز. مرحبا وسهلا. كيف الحال؟ ورحمة الله، الله يسلمك. ايام الشارقة التراثية. ايام الشارقة التراثية طبعا انطلقت في الاول من ابريل. نعم. ومثل ما تعرفوا هناك عدد من التظاهرات اللي هي داخل ساحات المهرجان والقرى، من ضمنها قرية الحواس الخمس. اللي هي نركز فيها كل اسبوع على حاسة من الحواس. فاليوم ان شاء الله تنطلق عندنا حاسة التذوق. ما شاء الله. فاللي يبغى يمتن واللي يبغى يسوي يخرب رجيمه يجينا من اليوم للاسبوع. الله اكبر. اسبوع كامل انتم شغالين؟ نعم اسبوع. عيب نطرش لكم المله اخوي. المله ما ينزاد. لا بعد في امكان يمكن. فيعني طبعا ما بنركز على الاكل الاماراتي فقط، ولكن في بعد اكل من دول ثانيه، وفي بعض الشفات المواطنين وغيرهم بيكونون ايضا موجودين في القريه، وبيكون يعني جو جميل اضافه الى الاجواء المحيطه من الفنون الشعبيه وفعاليات الاطفال التراثيه، ويعني القرى الاماراتيه مثل القريه البدويه وقريه الحرف وقريه القريه الجبليه ما شاء الله، والمناشط الاخرى يعني الموجوده. ممتاز. مكانكم وين استاذ عبد العزيز؟ احنا طبعا على في منطقه قلب الشارقه، منطقه التراث، على خور الشارجة، شارع الكورنيش القديم المعروف، والاتجاه لنا من أكثر مكان. عندنا اللي يبغي يعني ما يبغي بسيارتنا هناك، في باصات، عندنا باص عندنا عند القهوة الشعبية في البحيرة، وعندنا باص عند معهد الشارقة للتراث في المدينة الجامعية أيضا، ينقل الناس
بواقع 3 رحلات كل يوم يعني. حلو. فاللي يضيي هناك. فعالياتكم من الساعة كم للساعة كم يا طويل العمر؟ من الساعة 4 لين الساعة 10 في الليل. لين أي يوم؟ لين آخر شهر أبريل. لين آخر شهر أبريل، يعني مش مربوطة بالإجازة إجازات المدارس؟ لا بعد لا لا, لا, لا لا هو طبعا احنا بتعرف أيام شهر التراثية تقام من 13 سنة بمناسبة يوم التراث العالمي اللي أقرته منظمة اليونسكو، اللي هو شهر اليونسكو تعتبر شهر أبريل يسمونه شهر التراث في العالم. ما شاء الله. فأنت يعني تبغى تحتفل أسبوع، تبغي أسبوعين، شهر، احنا أول سنة نسوي شهر، عادة نسوي من أسبوعين إلى 3 أسابيع، لكن هالمرة بيتم شهر إن شاء الله. حلو، إن شاء الله بعد لقدام تكونون لمدة السنة، لأن المجهودات اللي تنبذل والعروضات اللي تسوونها والمعلومات القيمة والدسمة صح التعبير اللي تغرسونها في هذا الجيل والنشأ وحتى المقيمين والزائرين كذلك، شيء مجهود جبار صراحة، تشكرون عليه. الله يسلمك وأبشرك، يعني إن شاء الله من بعد المهرجان يعني عندنا خطة إن شاء الله تقر في الأيام القادمة لي يعني إحياء موضوع سوق الخميس والجمعة في الساحة في ساحة التراث. ان شاء الله، يعني لان البنيه التحتيه اللي جهزناها السنه بنيه ثابته وقويه ممكن تستمر الى يعني سنوات، فان شاء الله كل خميس وجمعه بيكون المكان حي. عندنا مزاد تراثي يقام ايضا يوميا. اوه محمد بصابر. بصابر بصابر بروحه طبعا. هذا بروحه ارباب، هذا عود بمانع. باكر بيكون يانا بعد على هو بعد بيتكلم ان شاء الله. زين، فالمزاد هذا ايضا بيكون موجود عقب أيام التراثية، ولكن الآن بعد موجود يوميا في عندهم خيمة خاصة للمزادات وفيها عاد يعني خذ وخل. ده لا جميل جميل هذا التنوع الصراحة، وأرجع أقول شاكر لكم التغطية حتى الجميلة سواء عبر التلفزيون أو عبر الإذاعة، الفعاليات الحلوة اللي عندكم، المسابقات اللي تسوونها، الجوائز المرصودة، المكان بس شوي الزحمة، الناس تشتكي من الزحمة، تعرف أنت الشارع ضيق، فأتمنى إن شاء الله اللي قدام إن شاء الله. بس المشكله بعد ما اروم اقول لكم انقلوا المكان، لان المكان هذا بروحه تراثي، مكان بروحه مشغول عليه يعني متعوب عليه. صحيح، هو طبعا شروق الان تعرف انت شروق تطور تطور قلب الشارقه، وعندنا عندها اكثر من مشروع الان، في فندق ياسسون هناك كبير على يعني غرار المنتجعات التاريخيه يسمونها. نعم. ايضا يطورونهم مشروع موقف على فكره، ما ادري متى تكون فيه، بيكون موقف مثل ما تقول متعدد الطوابق وكذي. حلو. فان شاء الله في الايام القادمه بيبين، يعني السنه الجايه بيكون الوضع احسن وايد، لكن مثل ما تفضلت هاي منطقه تاريخيه، انت تسير حتى يعني عبق المكان غير يا اخي، بس انت كفايه تتمشى هناك. صح. لو صح. ما في شيء، بس تتمشى ترجع يا اخي 50-60 سنة وراء. يعطيكم العافية، الله يوفقك. الله يعافيكم، وانتم ما ننسى يعني فضلكم ومتابعتكم الدائمة اللي تزيد لنا يعني. الله يجزاكم الخير، الله يوفقكم ان شاء الله وعساكم على القوة، وكل الشكر والتقدير طبعا لسيدي صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، يعني على الجهود الجبار اللي بذله الصراحة والدعم اللي موفرنا حق الجماعة اللي موجودين هناك، وعلى مثل ما أقول بعد إبراز حضارة وتراث وتاريخ الإمارات للنشأ وللزوار وللمقيمين كذلك. الله يطول بعمره، أكيد يعني هو يعني قمة السخاء على الثقافة. نعم. قمة نعم. السخاء نعم. ما في بعد يعني. هذا ما في شهادات يعني مجروحة فيه. ولا قصورا في حد من شيوخنا اللي هم أيضا يهتمون بالثقافة وغيره. أبدا أبدا، جزاك الله خير يا أخوي عبد العزيز، الله يوفقك. حياكم الله، مشكورين مرة ثانية. حياك. طبعا كان معنا عبد العزيز مسلم رئيس معهد الشارقة للتراث. تحدثنا طبعا عن قرية الحواس الخمس في أيام الشارقة التراثية، طبعا فعاليات جدا جميلة، فنتمنى شوية معلش نتمنى نبعد عيالنا عن المولات وعن الألعاب الإلكترونية وعن الأجواء المكهربة هذه، خلينا نقول وناخذهم في الأماكن هاي الأماكن الطبيعية، وشوي نعلمهم عن تاريخنا، عن تراثنا، عن حضارتنا صح التعبير، وشوي يعني يغيرون جو ويطلعون برا بدال المكيف والبرود وغيره. في الختام خلني بس أشوف الرسائل إذا في رسالة ما قريتها. رقم اللي يبغى المكيف ما محصلينه؟ أفا شو اسمه مسكين الظاهري، أحمد الظاهري. أحمد الظاهري أتمنى أنك تطرش لي رسالة أو تتصل فينا الحين. أحمد الظاهري إذا تروم تتصل الله يخليك اتصل الحين.
زين، او كلم الاخت ياسمين، اتصل في الاذاعه احمد الظاهري اذا تسمعني اتصل، اذا انت اتمنى تكون انت، فاحمد الظاهري اذا يسمعني اتمنى ان يتصل فينا، بس ان شاء الله المكيف موجود ان شاء الله. جزاهم الله خير الاخوان ما قصروا، والاخوان الباقي ان شاء الله راح نتواصل وياهم كذلك، لان في واحد ثاني بعد علي صاحب صاحب رساله طالب مكيف. على العموم ان وفقت، ان اخطأت فمن نفسي ومن الشيطان ومن جهلي، ومن وفقت فمن الله سبحانه وتعالى. في رسالة أخيرة طبعا، محتاج مساعدة كسلفة، مستعد شهريا أدفع 1500، مشكلتي هي أن عندي ابني انتهت إقامته وما قدرت أجددها، والله ظروف خارجة عن إرادتي، وصار لها منتهي أكثر من سنة، والآن جزاها الله خير، الآن انتهت إقامة بنتي وما قدرت أجددها بحكم عندي إقامة ابني منتهي، وكل شهر تنضاف 1500 درهم مخالفات، وصار علي بحدود 20,000 درهم وأكثر المبلغ في تصاعد. الله يعينك، الله يعينك يا أخوي، جزاك الله خير يا أبو مروان القبيسي، بنتواصل وياك إن شاء الله. تقبلوا تحياتي من التنفيذ التلفزيوني، كانت معنا هاجر، من الإخراج الإذاعي كان معنا المبدع دائما علي عبد العزيز، في الإعداد والتقديم أخوكم يعقوب يوسف العوضي، والغائب الحاضر طبعا عبد الله راشد بن خصيف، وتحيات كذلك ميقالو. ميقالو خلاص هذا بيكون رفيق الدرب الحين في 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 كل الحلقات، اللي ما اعرفكم عليه ان شاء الله ميقالو، برعايه ميقالو سوي له رعايه، ولا تزعل يا ميقالو، شوف استود لك رعايه بعد شو تبغي. ومثل ما نقول دائما، اللهم احفظ هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ رئيس الدوله ونائبه وحكام الامارات واولياء عهودهم وشعب الامارات والمقيمين على ارض الامارات من كل سوء، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم آمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرابعة والناس يأتيكم برعاية